إسرائيل ليس لديها مخزون ذخائر في الأيام العادية، فما بالك اليوم وعند هذا الإنفاق أكثر من أسبوع 15 يوم، بيعرف نتنياهو أنه ما عاد عنده ذخائر، يعني ما عاد في قاتل. تأمين رصيف لتهجير الفلسطينيين كيف؟ وتاليا ربما تكون المحاولة البواخر التي جاءت محملة بالوجبات تذهب تعود بالفلسطينيين من أجل التهجير وتشتيتهم. أمريكا بلا رئيس، الفراغ الرئاسي. أهلا وسهلا فيك سيزم خير، مرة جديدة عبر لبنان أون. قبل ما نبلش الحلقة بنتمنى لكل المسلمين بالعالم بداية شهر رمضان كريم، ولكل المشاهدين. أستاذ مخايل، بارح بمقال بتكتبوه عن الأمر يلي أصدره بايدن بإنشاء مرفأ عسكري مؤقت بغزة بذريعة تأمين المساعدات الإنسانية بقبرص، هل هيدي الخطوة بريئة برأيك؟ نشوف، هو من حيث المبدأ حيث تكون أمريكا تكون اللا إنسانية، هذا ليس عداء لأمريكا ولا للشعب الأمريكي، هذا إقرارا بحقيقة تاريخية. نحن عندنا مثل بيقول من شب على شيء شاب عليه. كيف نشأت أمريكا؟ أمريكا نشأت بغزو قارة أو منطقة ما يقولون اكتشافية، ثم تم إبادة الشعوب وإقامة هذا الكيان اللي هو ما زال حتى الآن سيستم وليس أمة وليس حضارة، ولم تجري عملية الاندماج بالمناسبة في صراع حاد الآن في الولايات المتحدة على ضرورة أن تتحول إلى كتلة مجتمعية، مش سلسلة مجتمعات بينظم قانون أو سيستم بديرة لتحقيق غايات ومصالح. إذن أصلاً نشأتها ليست إنسانية، هذا يفترق تماماً عن نشوء الحضارات، عن نشوء الأمم، عن نشوء القوميات، عن نشوء الدول وإلى آخره. نعم، التجربة العملانية، أمريكا التي قامت على إبادة أصحاب الأرض الأساسيين والأقوام التي كانت بالمناسبة هي إبادة 20% من عدد سكان الكرة الأرضية آنذاك، يعني كل ما يجري بيطلع، بس ما كان في أنه وسائل التواصل وكذا وإلى آخره. تاريخ أمريكا خلال 200 سنة هناك 265 حرب، أي أمريكا لا تستطيع أن تبقى وأن تستمر ما لم تكون أساساً بافتعال الحروب. وسيلتها لتحقيق غايتها ووظيفتها ودورها الوظيفي هو بالحروب من حيث المبدأ. اثنين، نحن في لبنان لدينا تجربة. 82 اجتاحت إسرائيل بيروت وارتكبت مجزرة صبرا وشتيلة وقتل فيها الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين. أخذتها أمريكا ذريعة وأتت بقوتها والحلف الأطلسي إلى بيروت بذريعة حماية المواطنين من الارتكابات، طبعا لم تكن ترتكب لو ما أمريكا بدها. نحكي عن شارون، نحكي عن إسرائيل، نحكي عن يعني أطراف وأدوات تأتمر بأمر أمريكا. تبين بأن الوجود آنذاك الأمريكي والأطلسي له استهدافات، هو الاستثمار في الاجتياح لتحويل لبنان إلى محمية إسرائيلية، وكان هناك مشروعا لإقامة مدينة في منطقة الدامور تستوعب أكثر من 200,000 لإدارة الهيمنة الأمريكية على المنطقة، تصبح مقر قيادة، وجرى ما جرى وبعدين صارت عملية تعاون. في غزة من حيث المبدأ بس يقولوا الإنسان الأمريكي مبادرة إنسانية تنهز. طب إذا لديك مبادرة إنسانية أنت بلا أن يعني بلا ضرورة لأن ترسل 1,000 جندي أمريكي وتتكلف مليارات الدولارات الإمارات والآخرين لبناء هذا الرصيف البحري، فيك تأخذ قرار بوقف الحرب. كيف؟ ما كتير بتزعجون وما كتير بدأ أكل فيه. بيقول لمندوب الأمم المتحدة وافقي على مبادرة لقرار وقف الحرب، فيك تحطها تحت البند السابع إذا بدك، يعني إذا بده. في يقول لمصر والأردن والسعودية خذوا مواقف لازمة بتوقف الحرب. مصر إذا أخذت موقف الأردن السعودية واستخدمت ما لها في، هو عرفت كيف بايدن بكل بساطة يبلغ نتنياهو أننا لم نعد مستعدون لتأمين ذخائر وأموال لهذه الحرب. إسرائيل ليس لديها مخزون ذخائر في الأيام العادية، فما بالك اليوم وعند هذا الإنفاق أكثر من أسبوع 15 يوم، بيعرف نتنياهو أنه ما عاد عنده ذخائر، يعني ما عاد فيه قاتل. نعم. طيب ليش كل هؤلاء؟
لم يتخذوا كقرارات وراح ينزلهم للفلسطينية هو بعض الدول لا ينزلوا لهم بالباراشوت والباراشوت بيفلت وبيقتل الناس وبعدين بتجمعوا الناس بمحل لا يأمنوا القوت اليوم مشان ما تموت الأطفال من الجوع بتجي إسرائيل تقصفهم بالطائرات ترتكب فيها مجرم. هذا كله ليه وهي الكذبة على من تنطلي؟ ربما سابقا عندما غزا هايتي أو غزا كوبا أو غزا بلدان أخرى ما كان في العقل البشري ما كان وصل لهالمستوى التجربي وسائط التواصل كانت تنطلي. الآن لم تعد تنطلي على أحد فيها. لذلك هناك غايات. ما الغايات؟ في أن عد 10 غايات نعم. يعني وليس غاية واحدة. غاية أولى هو محاولة ترميم قاعدته الانتخابية في الولايات المتحدة بالقول بأننا نحن نتصرف إنسانيا. هون لعب على الحس الإنساني عند الأمريكي. مبزن رح تعطي نتائج. فينا نقول بالعربي سبق السيف العدل. أنه خلصت لأنه انحسمت عمليا الانتخابات وترامب رئيسا إن لم يقتل. ولا إلى نقاش الثاني. هذه غاية ما عمليا. الغاية الثانية هي تأمين رصيف لتهجير الفلسطينيين. كيف؟ إنه بذلت جهود كثيرة. مصر عملت حائط صد. الفلسطيني ما قبل. الإسرائيلي كان عنده مشاريع أن يستأجر أو يشتري جزر في عرفت كيف أو خرج أحد الوزراء الإسرائيلي وقال خلي يروحوا على أستراليا يروحوا على أوروبا يروحوا على كندا في محلات كتير. طبعا إحنا فيها نقول له لا معذب حالك من محل ما جيت انت روح انت روح صحيح. طيب ما قدروا يهجروا الفلسطينيين. الان هناك رهان انه هذا الرصيف بجيب شويه اكل. طبعا بده يجيب لهم ما بده يجيب لهم يعني يوميا مش بده يعطيه للتخزين لامكانيه متصور يوميا انه بضل اليوم البحر ما بيسوى جوعنا كذا ووجبات يوميه يعني اي منطق فيها. وتالي ربما تكون المحاولة البواخر التي جاءت محملة بالوجبات تذهب تعود بالفلسطينيين من أجل التهجير وتشتيتهم. جاء السؤال جواب عند الفلسطيني وأنا برأيي جواب لن ينجحوا في هذا الجانب كمان إلى شرف. لا برأيك أستاذ خايل يعني اليوم يلي عايش كل هيدي المأساة تجي إذا بدك فرصة على طبق من فضة أو من ذهب. شوف لك سؤالي. أولا لكل شعب خاصيات. اثنان كل شعب عنده قضيته. ثلاثة بتاريخ التجربة الإنسانية الشعوب التي تحتل هي تقاوم وبظل عدم توازن القوى بأدوات القتل تدفع من بشرها ومن عمرانها لكنها تنتصر في النهاية. ما عندنا الجزائر عندنا فيتنام عندنا إسبانيا بمواجهة الفترة يعني الوجود العربي إلى آخر عبر التاريخ يعني. لذلك أنه تدفع غزة هذه الكلفة مفهومة. هكذا هي قواعد التاريخ. ربنا عز وجل خلق البشرية وخلق يعني تتحارب وتأخذ هذا السياق وهذا. هلأ ليش غزة لا وستفشل وكما فشلت محاولة بيروت كمان شان ما الناس يفترضوا كل ما تريده أمريكا سينفذ. هاي تجربة 82 بيروت فشلت فشلا ذريعا. بغزة رح تفشل أسرع. لين أولا غزة وهي كتير من الناس ما بيعرفوا ليش وما جاوبونا على سؤال لماذا غزة من 67 لم تهدأ وكانت مولدة للمقاومة. 67 ل 73 جبهة شعبية جيفارا غزة شهير أنهك الإسرائيلية طلع يوم يعني أحد قادة إسرائيل قال يعني أحلم بأن أستيق الصباح وغزيكم بلاء البحر. هذا من السبعينات. بعد السبعة بعد 73-74 تولت فتح. بعد فتح وعندما وقعت أوسلو نشأت الجهاد قبل لكن نشأت حماس. مع حماس نشأت الجهاد. هول كلهم قوى راديكالية يعني الشعبية بتعرف لليوم عامل إشارة السهم لفلسطين كل فلسطين. الحماس كل فلسطين. نعم. الجهاد كل فلسطين وحبت مسك يعني بعد شوي بيطالبوا فيه. لماذا؟ هذا نحتاج إلى جواب عليها لأنه بدلنا على ماذا. غزة 70% من سكان غزة هم لاجئون من 48. لذلك ما هدأت. على العكس الضفة الغربية هدأت. ليش؟ لأنه 30% من اللاجئين والمخيمات و70% من السكان الأصليين. نعم. ومع هذا المخيمات في الضفة لم تهدأ. هاي نقطة أولى. اثنين
غزة من 2016 وبرغم العالم منشغل بالحرب السورية والحرب العراقية وجزء من الفلسطينية انخرطوا وجزء من القوى الإسلامية وعرفت كيف الإخوان المسلمين وأدواتهم وكله ونسي فلسطين، غزة لم تنسى فلسطين. من 2016 تتظاهر كل يوم جمعة على شريط الشيك تحت عنوان حق العودة، تتظاهر بالصدور العارية، في عندهم بحدود 30-40 ألف إصابة وشهداء وإلى آخره مشهورة فيها. طيب اللي كان يتظاهر بده يرجع على فلسطين بتلك بتلك الأزمنة وكل الظروف والبيئات ليس في صالحه، هل يقبل أن يخرج من غزة هلا؟ طيب أربعة، وبتجربتنا المباشرة طوفان الأقصى مين عملها؟ غزة كمان، غزة جائعة عريانة محاصرة ما حدا كان بتوقع، لذلك احنا نسميها إعجازية وعجائبية. طوفان الأقصى شو قالت للمستقبل؟ تعطي المستقبل نحن بنعرفه من الإرهاصات والإشارات، قالت لا مكان للفلسطينيون إلا فلسطين 48. راحت أول عملية بتصير من 48 بأراضي 48 وحققت مكاسب، كشفت إسرائيل كل هولي. هذا الشعب في هذه الظروف كم هو احتمال، كم هم الذين سيتركون غزة ويغادرون؟ أنا برأيي عدد محدود وما رح يأثر، عرفت كيف؟ عندنا تجربة عملوها الإسرائيلية هالكم يوم، أن احتلوا حي الزيتون وعملوا ما يسميوا بدون يعملوا اختبار لما يسمى بالإدارة المحلية اللي نسميها لجان وروابط القرى، كانوا يعملوها قبل عودة منظمة تحرير وفشلت. اجوا على أهالي من غزة قبائل أو عشائر، ما في قبائل معادية لحماس وعندهم مشكلة، حاولوا يسلموها السلطة وإدارة توزيع المواد الغذائية برغم الجوع، لم يقبل أحد بأن يتعامل مع إسرائيل. طب هلأ مين قال؟ فهيدي مؤشر تعتبرها بالمعطى المباشر وهلأ وتحت الاحتلال والقصف والجوعانة، مش أنه بدنا نقول كانت غزة وهلأ هلأ يا خيف. لذلك شخصياً أرجح أن هذا العمل لن يكون له نتائج كما يرسم له الأمريكي والإسرائيلي. وباختصار شديد بره طلع نتنياهو وقال هذا اقتراحي صحيح من تشرين الثاني للأمريكان أنه هذا الحل وهذا غلط، لذلك بايدن يعمل عند نتنياهو بهذا الإجراء. نعم تحدث عن تواصل بينه وبين الرئيس الأبوسي. لا هو طلع، فهذا إذن هذا إجراء في متفق فيه مع إسرائيل في خدمة إسرائيل يستهدف الاستثمار بتدمير وتجويع غزة، لن يمر ولن ينجح لأن غزة من هذه الطبيعة، لأن التجربة قالت، لأن التاريخ يقول بأن الشعوب التي تقع تحت الاحتلال والحصار تدفع كثيرا ولا تتخلى عن روحها الذي هو خيار المقاومة. بالمناسبة كمان مشان الناس يعرفوا ليش أنا كتير جازم في هذه المعطيات، ولادي حرب تحرير فلسطين من البحر للبحر للنهر وكذا وإلى آخره، شوف كل ما تقوم به إسرائيل بغزة جربته القوى الاستعمارية. تعال نأخذ الجزائر، شو عملوا الفرق الفرنسوية فيها؟ اختبروا النووي، عملوا اختبارات وقتلوا، نقلوا مئات الآلاف من المواطنين من الجبال إلى السهول في محاولة لتجفيف المستنقع. شو عملوا الأمريكان في فيتنام؟ نقلوا الملايين، عرفت كيف دمروا القرى جوا أو حاصروا، كانوا ينقلوهم بالكامل ويروحوا يوطنوهم محل تاني تحت عنوان تجفيف المستنقع، وما دام هناك مياه هناك سمك والمقاومة بأشكالها بدها تعيش، عرفت كيف، بالمياه بهذا الجنب وفشلا. مين قال لازم إسرائيل تنجح؟ هذا شيء بالتاريخ لا ما عرفت كيف مش منطقي فيها. هلا طبعا عندنا كمان قاعدة للأسف ما بعرف ليش فلسطين أخذت شيء تاني. من حيث المبدأ بكل الحروب في شيء اسمه هدنة إنسانية، المتحاربة المهاجر المدافع بيعمل هدنة. شو هدف الهدنة الإنسانية؟ هي إفراغ مناطق الاشتباك من المواطنين لما مش مسلحين وعبرين، بيأخذوهم بيحطوهم محل بيخلص الاشتباك بيرجعوا. جربنا نحن ببيروت بيت 82 حصرت 3 أشهر، كان فيها بحدود 400 ألف، ضلوا 30 ألف. كيفنا، كنت أنا يعني من الذين يقاتلون، ليش كيفنا؟ صار الأكل يكفينا والماء يكفينا وصرنا نعمل كمائن ونعمل تحسينات. صح الحصرة العسكرية بتختلف، راح عنك العبء ولكن بك تنظم والطعم وكذا وإلى آخره. هلا في غزة كان هناك موقف من البداية ولم تطالب حماس، يعني وبدنا نحترمها يمكن لأنه في خاصية التهجير الأول الذي لم يعودون، فصار في موقف
قرر بأنه يضلوا ناس ويموتوا بغزة. طيب بالألفان وستة فرغ الجنوب، كان في مشروع إسرائيلي مع حلفاء لعدم عودة الشيعة إلى الجنوب، تذكروا فيها. نعم. وقف إطلاق النار قبل ما يطلع الضوء، كان أهالي الجنوب راجعين وفيها مخالفة للقواعد العسكرية، ما بجوز مدني يفوت على منطقة عسكرية. كانت تعرفت كيف عسكرية تحت القصف بدون ما يفوت الهندسة وتنبس الناس. نحن في مقاومة وبإزاء شعب وبإزاء حقبة صارت الناس بدها تموت وما تترك أرضها، بدها تموت وما تترك بيوتها وإلى آخره. أنا يعني أقطع أرجح بنسبة عالية جدا أن هذه المحاولة بائسة مكشوفة، لن تنجح ولن يكون لها تأثير، وسيبقى الكلمة للميدان. طيب أوكي، الكلمة للميدان، ولكن بالنسبة للإسرائيلي والأمريكاني لوين بيؤدي هذا المشهد في حال فشله؟ إلى أي خيار؟ سيؤدي إلى خيار وحيد، هي بالمناسبة الآن ارتسمت اللائحة بصورة واضحة. نحن مع بداية الحرب أنا قلت أن ثلاث سيناريوهات: الحرب العاصفة على كل الجبهات، حرب الاستنزاف، العودة لما سمي به الحرب طويلة المدى الهدن وترصيد النقاط. اليوم رحنا على خيار يبدو لي هو الوحيد أو الأهم، اللي هو حرب استنزاف طويلة الأمد. هذه الحرب الاستنزاف طويلة الأمد متى ستقف؟ هذا السؤال. ستقف في حالة هزمت حماس وغزة، لأنه عندها الإسرائيلي بيأخذوا نفس مشان يروحوا الضفة. بالنسبة لي هذه نسبته صفر بالمليون، مش بالألف، يعني لا أساس له، بس مع هيدا لازم نحطه علميا وكذا وإلى آخره. الذي يتسبب وقف الحرب هزيمة إسرائيل وأقرارها، هذا 66% ويتصاعد يوما في يوم، وعندنا كل الوقائع والمعطيات. وأنا بشدد على الملموسة وليست الذهنية، على الواقع وليست المتوقع. ونحن عادة دائما تحليل الواقع بيقول أنك تقرأ الواقع الملموس بعناصره الملموسة، أي لا تسقط ذاتك. فينا نعد كثير فيها. هلأ نقطة جوهرية يجب أن نفهمها ويجب أن نعتاد عليها ويجب أن نرجلج عقلنا بهذا الاتجاه. ما دمنا نتحدث عن الكرة الأرضية قرية كونية، ما عاد فينا نفصل الأحداث بعضها عن بعض. لا تعرف شو بدأ يصير بغزة، بدك تشوف شو بدأ يصير بالانتخابات الأمريكية. لا تعرف شو بدأ يصير بغزة، بدك تشوف شو جاري بأوكرانيا. لا تعرف شو بدأ يصير بغزة، بدك تشوف شو جاري بأوروبا. وتاليا هاي الدائرة ومنطقة، بس قلنا قرية، صاروا الناس بيعرفوا الساحة، بيعرفوا الحارة الفوق والحارة التحت والشمالية والجنوبية، وهذا هو العالم. من معطيتها مثلا الجديدة اللي ما عم ينتبهوا لها كتير الناس، أن غزة ناخبا أول في أمريكا وأوروبا، وهي ما حيث صارت إنه حدث دو محل عرفت كيف مقاومة جغرافية الأد بدون بتصير تقرر من سيحكم أمريكا وهذا من سيحكم أوروبا. ولأقول لك جورج جالوي جاء بالانتخابات عرفت كيف التكميلية في بريطانيا، وهو معروف بحدة تبنيه للقضية الفلسطينية، انتخب بأكثرية ونائب، وهذه مؤشر عما سيكون. عم نحكي بريطانيا صاحبة المشروع. نعم. بأمريكا عم نحكي انه خمس ولايات اللي كانت تسمى الولايات المتأرجحة اللي جابت بايدن هي التي يسقط فيها بايدن وتطوب الانتخابات لمنافسه الأوحد، ولها كلام آخر في هذا. فالقصد أنه هولي في عندك اليوم عناصر مختلفة، كله بيأثر على كله، كله مترابط مع كله، وعندك عناصر في البيئة. العناصر في البيئة نحن عم نشوف في تبدلات بموقف النظم، وهناك تبدلات في موقف الشعوب، والتبدلات في موقف الشعوب والنظم عادة من شبهها بالحقل اليابس. وقت اللي الحقل اليابس بتجي شرارة غير مقصودة، واحد بكب سيجارة، واحد الشمس، في أحدها كسر أنين، الأنين بتعمل حراقة إلى آخره. فيها الغابة والحقل اليابس قد يأتي حدث ما يؤدي إلى تغيير في موقف النظم. هو شو التغيير؟ هل أدبتنا يعني بنت أول مصر ممنوع عملية عسكرية برفح بفيلادلفيا، وممنوع تهجير الفلسطينية إلى سيناء، وبين تقول مصر الحدود بين مصر وسيناء هي حدود سيادة وطنية مصرية، احنا منقرر. هلا طبعا هذا الرصيف بده أثر على مصر ودورة ووساطتها وتمكنها وعلى مستقبلها. طب شو بيمنع
أنه مصر بلحظة تقول هذه حدود سيادية أنا بقرر فيها وما حدا واللي بده يبلط البحر، ما رحنا نقول تلغي كامب ديفيد وما رحنا تفتح المعبر على مصرعية أو تفتح معابر تمويل لأخرى. شو بيمنع أنه الأردن برمضان تنزل تظاهرات بعد الصلاة وكذا وإلى آخره وتقتحم وتهاجم الحدود مثلا أو السفارة الإسرائيلية أو هذا كله صار فيك تشوفه ممكن يصير أي حدث من هذه الأحداث بده يؤدي إلى وقف الحرب. ولدينا معطيات أيضا واقعية كثيرة، ملموسة كثيرة، مؤكدة كثيرا، موثقة كثيرا، تقول أن إسرائيل في بنيتها وقدرتي على الاستمرار في هذه الحرب أصبح زمنها محدودا. ما رح أقول عن الخلافات، ما رح أقول عن زيارة غانتس لأمريكا، وما رح أقول عن كل هولي، رح أقول عن الجيش الإسرائيلي. خرج جالنت من أسبوعين قال نحن بدنا 14,500 مجند في الجيش، مجندين وضباط، وإلا لا نستطيع. من أين سنأتي بهم؟ أنا جايب شوية مرتزقة بيعطوا بالأسبوع 4,000 وكذا، علما أنه ميكافيلي نصح القائد والأمير بألا تقاتل بالمرتزقة والحلفاء كلفتهم أعلى من جدوهم. طيب هولي خلصوا المرتزقة، والجيش بدأ في تمردات واسعة فردية عن الالتحاق وتسجل، فمضطرين يجندوا الحريديم. امبارح طلع الحخام الأكبر للسفرديم لأن الكتلة الأساسية للحريديم واللي يعني بيعدوا 1,200,000 بأقل تقدير في إسرائيل. إسرائيل تعدادها تحت اليهود تحت 5 ملايين، شو بدك بالتقديرات وإلى آخره. قال إذا ما أخذتهم قرار ضبين أغراضنا حيزين وفلي. طب تصور أنت إذا هولي عملوا، وعملت شرخ كبير في الدولة الإسرائيلية والحكومة وقد تتسبب بأزمة كبيرة. هذا مثلا حدث من شأنه أنه يقول له لنتنياهو قد ما كنت أحمق، قد ما كنت مفكر حالك ملك إسرائيل، قد ما كنت مقامر ومغامر، قد ما كنت عم تقود إسرائيل للدفاع عن مصلحتك وبدك الفروش إسرائيل لم تعد تحتمل. عندما تظهر تفكك في الحكومة في المستويات، هو في صراع حتى الآن ما وصل، عندما نبدأ نشهد تمردات جماعية وطلعت ظواهر، تتذكر كتائب وفصائل قررت ألا تقاتل بدريات ما عندها تغطية نارية، كلها تغطية ما في ما عنده قاتل، بس تبلش تكثر. عرفت كيف هذه الظاهرات من شأنها أنه تلزم إسرائيل توقف الحرب مش بالضرورة تمام. عنا شهر رمضان المبارك، الرهانات كبيرة، المعطيات أيضا واقعية تشير إلى أنه سيشهد تطورات وأحداث في النظام الرسمي والمجتمع والشعوب العربية والإسلامية، وسيشهد تصاعد الانتفاضة وتحولها إلى مسلحة في الضفة فلسطين 48 وهنا مقتل إسرائيل. وهذا ما أراهن عليه أنا منذ بدأت وأقول هذه حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النار. تذكر عندك وعند الآخرين طلعت وقلت في مسارات مختلفة، في شيء لازم نفهمه، خاصة الشباب والسادة المشاهدين واللي مهتمين بأنه يمتلكوا ناصية التحليل. أحد القواعد الأساسية لناصية التحليل هو عندما يقع الحدث بيكون له أسباب كثيرة، مجرد أن يقع يصبح هو مصدر لأسباب لأحداث أخرى، وبالتالي بدنا نبلش فيها نسوء أنه حسبت الكتائب أنه العملية رح تنجح الأد ولا لا، حسبت أنه رح يكون الرد هالأد، حسبت هون خلص صار الحدث وخلص. لكن هذا الحدث ما الأسباب هو التي يوفرها لتحولات فرط استراتيجية في الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره صراع القرن، يعني 1000 سنة هو الصراع بين الشرق والغرب الآن والآن سيحسم، أو الآثار التي تركها. تعال نأخذ بحر اللي ما كان لا الكتائب حسبته ولا الأمريكان ولا الإسرائيلي ولا أنا وأنت كنا مفكرين فيها. أنا فكرت فيها بعد الطوفان وكتبت ب 14 أكتوبر أنه لمحور المقاومة مسارح وساحات أخرى سيقاتل فيها وليس بالضرورة لبنان، قلت اليمن، وبعد أسبوع بلشوا باليمن والآخرين بيني يعني فيها. إذن هذه حرب البحار التي فرضها محور المقاومة هي ما عدت بس مرتبطة بأثارها ونتائجها وأسبابها بغزة، هي مرتبطة بأن حدث غزة هو الذي حفزها فأصبحت واقعا. فاليمن يشتبك مع العالم الأنجلوساكسوني، وأمريكا والعالم الأنجلوساكسوني يعجز ويقول بأنه أصبح عاجزا عن تطويله. طب هذا مثلا حدث بده يغير كثيرا، بده يغير بالتوازنات
التجارية العالمية بالوضع الاقتصادي العالمي بصعود الصين وروسيا، ويأكدها بإلحاق هزيمة بحرية بأمريكا وبريطانيا لم تحصل منذ 400 سنة وهي اللي كانت فيها، بده يحط اليمن قوة مهيمنة على البحرين الأساسيين وتصبح مهيمنة وذات فعل، أولا بإصلاح وضع اليمن عرفت كيف مساويته، ثانيا كشريك أساسي للسعودية والإمارات تتراجع عرفت كيف دور الإمارات الافتراضية مش الإمارات العربية المتحدة فحسب، السعودية وقطر عرفت كيف ودوب أو هول اللي كانوا مبينين كأمبراطوريات كبرى لأنه إجت اليمن، اليمن المساحة الثروات العدد والمكانة والقوة العسكرية. نعم والجغرافية. نعم. فلدينا إذن عشرات الاحتمالات لأحداث، أي من هذه الأحداث ستؤدي إلى وقف الحرب ووقفها وإعلان هزيمة إسرائيل. وعندما تقف الحرب بالتفاوض مثل ما كان أبي حكى كهدنة، أو باضطرار أو بقرار عالمي أو عرفت كيف خوفه من الاقتصاد أو لتحولات في الانتخابات الأمريكية أو أقول لأي سبب، سيبدأ انهيار وزوال إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل خاضتها وما زالت تخوضها باعتبارها حرب وجودية. وقالت وتكرر إن لم ننتصر فلا مكان لنا في هذه المنطقة. الآن خلينا نسمي الفرامات فلتت وعرفت كيف المنطقة نازلة من الجبل وما عاد في حدا يهديها والاصطدام واقع وإسرائيل لن تبقى كيفما ذهبت المعطيات والأمور. والمبادرة الأمريكية مبادرة بايدن بالرصيف البحري لا راح تكشف ولا راح تنش، يمكن لهيك حماس ما قالت لا مع أنه في مخطط أنه يجي محمد دحلان، ومحمد دحلان عرفت كيف بما له من غزة وإلى آخره ويدير، ما قالت له لا حماس، قالت له أنا بهمني طعم الناس والاشتباك دائر. وبقلت تجربة حزب الله، حزب الله بلبنان 92-96 2000-2006 وقت اللي بده كان فيه ياخذ السلطة، وهذا نقاش جرى بينه وبين الكبار، كان يقول لي وظيفة ومهمة أعلى وأكبر، لا لست ولا تغريني السلطة مثالي بها، لأنه بس تجي على السلطة بصير فساد، تحمل الترك الكبير بتصير مسؤول بطل في مقاومة. حماس خاضت انتخابات 2006 فيها تياران، تيار بقول ما بدنا نشارك بالسلطة لأن احنا مشروع تحرير وكذا، وتيار قال بدنا تلت المجلس التشريعي لأنه مثل لبنان بنعمل ضوابط من حول إلى آخر. فجاءها الشعب الفلسطيني وعطاها 80% من مجلس التشريع ولا تحكم، تلزمت الحكم عرفت كيف وابتلت فيه وبلشت تخرب وبلش يطلع عندها قوة أنه خلينا نتفاوض مع إسرائيل ونعمل هدنة 20 سنة وكذا وإلى آخره، وإجا هلأ التدمير واللي بدأ يعيد عرفت كيف الأمار كارثة. فحماس فيها تسلم السلطة ما عندها مشكلة، إذا سلمتها ما يعني خطرت الحرب، يعني تخلصت من عبء كبير. ومنشان الناس ما يفكروا أنه عبزين لحماس ولا حزب الله، في واحد اسمه موسي تونغ بالجيش الأحمر الصيني كان عنده نص الصين على الأقل، أخذ إجراءات عملانية اجتماعية، وزع الأراضي على الفلاحين وحبس الإقطاعيين وأقام سلطات ثورية في مناطق سيطرته، لكن من أجل الوحدة الوطنية راح جاب سن يوتسون اللي هو كان وطني لكن بموقع آخر مش تماما، حبسوا 6 شهور تفاوضوا مشان يعمل وحدة وطنية قبيلة أن يعيد الأراضي إلى الإقطاعيين وأن يسلم السلطة لا عرفت كيف صنيت صنع بهذا الجانب. معروف إذا بالتجربة الثورية وفي تاريخها كثيرا ما أقدمت القوى الثورية على ما أسماه لينين بتكتيكاته، خطوة إلى الوراء خطوتين إلى الأمام، أنت لا تنط عن النار عن السائية بترجع لك كم خطوة لحتى تعزم فيه، وبالتالي تعطيهم السلطة إلى إذا أخذ أبو مازن، إذا أخذ محمد دحلان، إذا أخذتها العشائر، إذا أخذتها لديها الضمانات اللي هو وطنيتها وسلاحها وشعبها وقدراتها وأنها تقاتل إسرائيل وعملتها عملاقة، وبعدين تدير الصراع بطرائق أخرى. أستاذ مخيل، بهذا الإطار كان في تصريح مبارح لوزير خارجية إسرائيل بيقول سيتم إجلاء سكان رفح قبل تنفيذ عمليات عسكرية. لليوم بعده في إصرار على عملية عسكرية برفح؟ في إصرار ربما، خلينا نرجع نقول ومنكررها، لتقدر أنت تعطي تقدير كيف سيتصرف الآخر يجب أن تفكر كمثل ما يفكر، ما فيك تفكر أنت عنه. نعم. بالعقل بالعلم
بمناهج ومدارس العلوم العسكرية بالوقائع والمعطيات بما هو جاري من تحولات بتقول حماقة وغباء وانتحار أن يقدم على. نعم. بطبيعة إسرائيل، وأنا دائما بنصح أنه ما تناقشوها كأنه دولة تقليدية وعادية ومثل ما تصرفت، اللي عن مصر بعرف بقول لك شو رح تصرف، اللي عن السعودية بقول لك كذا إلى آخره. أولا هي سيستم من خارج النص والسياق ما بنطبق عليها معارفنا. اثنين، هي الآن بمرحلة الشيخوخة وعجزة عن إنتاج قيادة شابة حيوية ذكية عاقلة قادرة على التعاطي. ثلاثة، محكومة من هني بيقولوا عنه أزعر وفاسد وكذاب لنتنياهو، وبما أنه ما قدر على استبداله بتالي فوضه، هو مصلحته أنه يروح على مزيد من المغامرات والحماقات. فلنفترض أنه سيحاول في هذا الجانب، السؤال هل سينجح أم لا؟ طيب، حدا صار له 6-5 أشهر يقاتل حماس وفي غزة ومعه النظام الرسمي العربي والنظام الرسمي الإسلامي وأوروبا وأمريكا والأطلسي والعالم الأنجلوسكسوني أمده بكل شيء، ولم ينجح بتحقيق أي من أهدافه، بالعكس تماما أخذ الشمال وقال أنه خلصنا وقطعنا أوصال ودمرنا ودمر 80% وإلى آخره، ولم يستطع الاحتفاظ بوجوده واضطر أنه ينسحب. رجع الشمال الإسرائيلي بيقوله في 5000 مقاتل لحماس وعندهم 1000 صاروخ صواريخ ورحت على رفح. كم ستدفع من الأكلف؟ ماذا ستفعل بعد ذلك؟ في مقاومة ما رح تستسلم ورح تضل تقاتل. وكمان إعادة تعريف لحرب المقاومة. نحن عنا التباس، والالتباس أساسه موضوعي، بأنه حزب الله مقاومة ولا جيش، حماس مقاومة ولا دولة وجيش، في التباس فيها. ليش؟ لأنه هي منتج جديد بعصر جديد بكذا، ولديها تركيب وسلاح حجين، يعني تقاتل بالصواريخ إنها جيش، تقاتل بالاشتباك إنها مقاومة. انتبه، هي بدك عقل لا يقدر يفهمها بهذا الجانب. إذن لا يجوز المقارنة ومعرفة ما سيجري دون فهم هذه الحقيقة. حماس تصرفت بعقلية عسكرية بديعة، جددت بالعلوم العسكرية، ما دامت قادرة على القتال الجبهي قاتلت، ثم تركت العدو يصل. وصل العدو مثل ما يعني طلع السنوار وأمر رسالته وقال لهم إسرائيل جاءت إلى حيث نحن نريد. ليش إلى حيث نحن نريد؟ الحرب مثل كرة الرياضة، وقت اللي بيلعب الفريق على أرضه بصير عنده نسبة مكاسب كبيرة، صح؟ الحرب وقت اللي بتجيب العدو على ملعبك بتكسب أنت، وقت اللي بتروح ملعبه بتخسر معه. التقاصف هو ملعب إسرائيل، في حين رجل لرجل الاشتباك من مسافة صفر ملعب المقاومة تاريخيا. لماذا؟ سر، لأنهم اجوا بتواجهوا الشخصية، ما عاد في طيارة، ما عاد في طيارة مسيرة، ما عاد في صاروخ، ما عاد في كذا، بصير العامل الحاسم فيها وهؤلاء الأشخاص كفاءة وروحية قتالية. الحمساوي عم يقاتل وهو ينشد إحدى الحسنيين، يعني التنتين كسبين عند ربه، إذا مات رايح على السماء النصر أو الشهادة. الإسرائيلي شو عم ينشد؟ عم ينشد انه ينتصر ويرجع على عائلته ويروح، عرفت كيف، يعيش حياته كحياة رفاهية. هون اختل التوازن فيها، لذلك حتى الآن المواجهات بالميدان عطبت 3-4 فرق إسرائيلية من أصل 5، 2 من أصل 7 ألوية بالأمس، وهي لازم ننتبه لها كثيرا. ولو أنه بالمعارضة لكن هو جنرال وخاض حروب وكذا وإلى آخره. أولمرت رئيس وزراء إسرائيل في حرب تموز طلع وقال هذا نتنياهو كذب ودجل وأبي هاوبر، ولم يعد لدى إسرائيل للقتال سوى لواءين اللي بعد عنده استعداد. هؤلاء اللواءين بده يجتاح فيهم لبنان ولا بده يجتاح رفح؟ وإذا اجتاح رفح شو لبنان؟ وإذا اجتاح رفح أو لبنان شو يعني سوريا والعراق وإيران؟ شو يعني اليمن؟ عرفت كيف قتاله؟ شو يعني الضفة وفلسطين 48؟ لذلك ظن في هوبرا أعلى من القدرة على على تنفيذ. نعم، حكينا قبل شوي عن تأثيرها أستاذ مخيل لغزة كناخب أساسي بالانتخابات الأمريكية، ولمحت أو قلت هيك بشكل سريع أنه إذا ما قتلوا لترامب، ليه عندك هذا التخوف؟ وشو عنده الخيارات اليوم بايدن لا يغير بالمعطى الميداني في غزة لا يقدر يرجع يكسب الانتخابات؟ نعم، فرح نقول شيء الناس ممكن يستغربوا.
أنا بنصحهم ما تستغربوا. سبب نحن بنقول لكل زمن دولة ورجال تقليدنا يعني تتغير المعطيات والظروف، فما كان صالحا في زمن قد لا يكون صالحا، لذلك ما بنعرف شو اللي راح يكون، بس ما تضلوا تفكروا بالماضي. يعني مثل بتقول انتخابات أمريكية، أي حدا بيطلع بيقول لك خي الحسن خي الحسن، هو الاثنين بيجوا وجهة للدولة العميقة، وبالتالي ما بتغير السياسات الأمريكية. هذا هكذا كان التقليد. وقت اللي بتقول انتخابات أمريكية في حقبة عصيبة ستتسبب بإعادة هيكلة أمريكا، وأمريكا دولة مهيمنة عالميا ستتسبب بإعادة هيكلة الدورية، وذلك سيتسبب بإعادة هيكلة بينأزو، وأنه 200 سنة ما صارت، بعد 200 سنة لازم تصير وبتصير، وهي بلشت تصير، وعندنا كثير من المعطيات أيضا الواقعية والمحسوسة والملموسة فيها. طب أمريكا تبع الحزبان ليش قبلت بال 2016 يطلع ترامب؟ إجا ترامب من انشقاقات الحزبان وانتخاباتهم وإرادتهم، إجا ظاهرة جديدة، وهذه الظاهرة الجديدة عبرت عن تراكم كم هائل من التحولات تقتضي ذلك. طيب هو بيقول تآمروا عليه وأسقطوا، وأنا أميل لهذا، وحاولوا بكل الطرق ما بالمحاكمة والقضاء والما بعرف شو إلى آخره منعوا من الترشح. شو كانت النتيجة؟ ترشح غصبا عن الجميع، وترشح ما فيه نفس له بالحزب الجمهوري، رغم أن ما يسمى بأوتات الجمهوريين مش معه. طب مشي، عرفت كيف ترشح؟ شو عم تعمل الولايات تأسيسا بأنه إذا تآمرته أو قتلته؟ ما بلش ينحكى عن انفصال ولايات الشمال الغنية عن، عرفت كيف، وبالتالي إعادة هيكلة أمريكا. طب هذا بالمعطى، هذا بالوقائع. شو قالت لنا نتائج الانتخابات اللي بتسمى انتخابات فرعية يعني داخل الحزبان، بأنه ما في منافس لترامب الحزب الجمهوري. وشو قالت لنا انتخابات الولايات الحرجة؟ انه بايدن جمهوره كتلته انهارت، في حين ان كتلة ترامب كتلة صلبة ومتماسكة وراديكالية، بعدين بنحكي عنه فيها وإيه. اذا نحن في انتخابات في زمن مفصل، العالم في حالة غليان، الحروب العالمية، الحرب العالمية الكبرى جارية، مسارحها من أوكرانيا اللي هي أوروبا وصولا للشرق الأوسط اللي هو بيصعد وبيسقط، عرفت كيف، الإمبراطوريات لأفريقيا لأمريكا اللاتينية، هذا اللي شايفه. نبتل في شيء جديد، في حالة غليان، غليان عالمية، العالم يبحث عن بدائل للنظام الأحادي، هل يلد نظاما عالميا جديدا أم عالما جديدا؟ بتموت الأم وبيموت الولد، بيموت الولد وبتضل الأم، عرفت كيف، يعني كل هول اللي نحن فيه. إذا أخذنا المعطيات لجهة استطلاعات الرأي، التوازنات، مجريات الانتخابات التمهيدية، بنقول ترامب رئيس من هلا. السؤال الكتلة في الدولة العميقة، طبعا ترامب يمثل جزء من الدولة العميقة مش من خارجها، هون احنا عم نحكي عن قسام في الدولة العميقة، لذلك عم نعتبرها بالآن. طيب الكتلة التي ستتضرر من مجيء ترامب، وبالمناسبة إذا إجا ترامب ما أنه يا عربي وفلسطينية، رح ينشغل بأمريكا أولا، ما رح يكون عنده كله، بعدين هو بالنسبة لإسرائيل أعطاها كل شيء ممكن يعطيها، وإجا بايدن أعطاها كل شيء ممكن يعطيها، ما رح يزيد أو ينقص، بس بده يعمل شيء تاني. ترامب سيأتي وبيده خنجرا مسموما، سيثأر ممن أعاقه بالأربع سنوات وبمن تآمر عليه وأسقطه لكي لا يمدد ولايته لأربع سنوات. المشكلة بأمريكا داخليا وخارجيا، داخليا في أمريكا أولا وآخرا. لذلك ترامب أبي يحكيها بصريح العبارة، بيجي أنا بقول له لبوتن خود كل أوروبا، مش بدي فيه، هذا جديد، هذا مش جديد، هذا مش شيء مختلف. بيجي رح أقول للصين تعال نتقاسم الاقتصاد، أنا بدي اهتم باقتصادي الداخلي وإعادة إحياء أمريكا، وأمريكا أولا، وكل الحروب والعولة ما فادت الشركات ولم تفد الأمة الأمريكية، ما هي أنا وياهم، تعال نتفاهم ليش ما نتحارب بهذا الجانب. بدي يجي لإيراني إلا خيتي صرتي دولة نووية، روحي اعملي اللي بدك، يا المهم بدنا قواعد وقوانين. بده يجي إلى المنطقة، شو بده يعمل؟ شو في يعمل لإسرائيل أكثر مما فعلته أو ما فعله هو سابقاً وفعله بايدن في هذه الأرض؟ إذا ما بتهتم، لو أنا بقول لك يعني ترامب أسوأ خيمة تأكلهم، هو بيشتغل بأمريكا، وأول شغلة رح يعملها يفكك العولة، يفكك القواعد الأمريكية بالعالم ويسحبها، بده يخفف، عرفت كيف، أكلف، بده إذا طار الأطلسي وأوروبا على، عرفت كيف، على أجره أصلاً، هو نروع مول حيلكم، أنا ما بمول، أنا ما بكل العناوين والشعارات بهذا الجانب. هلأ
نرجع لأمريكا، ما الاحتمالات إذن في الانتخابات؟ إذا سارت الانتخابات بسياقاتها الدستورية وبهدوء وسلاسة فترامب رئيسة، ما بعد ترامب رئيسة مشكلة داخل أمريكا وقاسية وراديكالي الرجل، نعم. يعني مثل ما عملوا فيه بيعمل فيهن أكثر. إذا كانت هناك قوة إعاقة باللي منسميها بالدولة العميقة وهي البنتاغون، نقطة أساسية وبيرقراطيته والأجهزة في تاريخ أمريكا، عندما تعترض جزء أساسي وصل من الدولة العميقة بيقتله الرئيس أو المرشح، وهي سهلة عندهم فيها بالأولو مئة طريقة. إذا نفترض أن هناك احتمال أن يقتل، عندهم خيار الانقلاب العسكري، ما البنتاغون، ما الأمة كلها الآن تجتمع حول البنتاغون، كل الاقتصاد الأساسي في الولايات المتحدة يشتغل كشركات عند البنتاغون وإلى آخره. طب لا ما بيصير انقلاب بأمريكا؟ ما صار سابقا. طبعا نحن عم نحكي عن عالم غير المسبوق، عالم جديد، نعم، عن عالم غير المسبوق، بيطلع في شيء مش مسبوق ونرجع نقول وصار انقلابا في أمريكا. في احتمال بدأ البعض يكتب عنه بأمريكا، وأنا أعتبره من الاحتمالات اللي لازم نحطها على جدول أعمال. أمريكا بلا رئيس، الفراغ الرئاسي. أول شيء نحن منكيف كلبناني، نموذج اللبناني يعني، بصير نعمم نموذجنا على أمريكا ومنفاخر فيه وكذا. بأي صيغة أو بأي آلية؟ الآلية تجري انتخابات، تأتي نتائج متقاربة، نتائج المتقاربة تفرض عرفت كيف عدم تسلم أحدهما، المحكمة العليا ما بتاخد، ما بتنقسم، ما بتقدر تاخد قرار، تطلع عرفت كيف شيء اسمه ديل وطني جديد، لأن أمريكا بحاجة، بتقول بدنا نعمل انتخابات دورة جديدة، بدنا نعمل انتخابات دورة جديدة، بدنا سنة تحضير على الأقل فيها. راحت سنة أمريكا بلا رئيس بحالة فراغ بالقصر الجمهوري ببعبدة، تبع عبدة تبع أمريكا. خلال سنة يخلق الله ما لا تعلمون. هلأ ليش هذا التفكير منطقي؟ لأن هناك قوى مهيمنة عالميا، وهي جزء من الدولة العميقة الأمريكية، على مدى 20 سنة مرقت اختبرت دول بلا حكومات. وين؟ أفغانستان، وين؟ ليبيا، وين؟ الصومال، وين؟ السودان، وين؟ لبنان، وين؟ العراق. عرفت عم نحكي في حدا أصلا عمل اختبار وخي شو بيصير إذا عدنا تشكيل المجتمعات في دول شكلية بس بلا حكومات، فيها جيش وشرطة أو فيها مجموعات إما عصابية أو مرتزقة أو محلية، عرفت كيف، سياسية بتدير مناطق ونحن نشتغل بالاقتصاد وهدفنا الاقتصاد. طيب شو يعني إنه ليبيا حرب أهلية صار لها 10 سنوات 15 سنة ما قدروا ينجوا حكومة واحدة، وكل شيء بيتعطل إلا النفط، مش بعده النفط صحيح والثروات. شو يعني السودان؟ شو يعني العراق؟ هول كتجارب نحن معاشي تمروا على أمريكا اللاتينية وإفريقيا. إذن في جهة مهيمنة بدأت تتصرف بأنه هي محتاجة إعادة هيكلة أنماط المجتمعات. ليش المجتمعات لازم يكون فيها إلى حدود وإلى حكومات؟ طب تكون عرفت كيف مجموعات حاكمة، عرفت كيف وكذا وإلى آخر. المهم إنه في سيستم عالميا راكب يقدر يشفط الثروات ويشفط الشعوب ما بتتوحد حول جيوشها أو حول مقاومتها. طب هذا اللي اختبرهم العشرين سنة، ليه ما بجربهم بأمريكا؟ إذا كان بالنسبة له إذا إجا بايدن بده يلحمه ويسقطه، إذا أسقطه بأمريكا لن يكون له نفوذ عالميا، ما في منصة تانية تنطلق ينطلق منها ما يسمى بلوبي العولمة بأمريكا. خلينا نحطها على جدول أعمالنا ونحسبها. طبعا عندك الاحتمال الآخر بأنه تروح الانتخابات عشية تصير توترات، تذهب ولايات وتقول نحن خارج الولايات المتحدة التقليدية، يا بتجوا بتعملوا ولاية دولتين، أمريكا، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية الفقيرة والغنية، ومنعمل ديل بعدين ومنخلي دولة الاتحادية والصديق القديمة ما عادت تفيد، يا ممكن نروح على تشظي في الولايات المتحدة كل كم ولاية يروحوا يعملوا دولة جمهورية ويعملوا دولة حلوة. نحن في زمن غليان، في زمن العصيب، في زمن غير مسبوق، فتحوا عقلنا لنفكر بكل شيء، ما بدنا نفكر بس من الصندوق والمال. طبعا هذه سيكون لها تأثيرات هائلة على العالم ومساراته وتوازناته. إذا جاء ترامب سيكون لها تأثيرات هائلة، وإذا ذهبت أمريكا إلى أي من الخيارات التعطيلية سيكون لها تأثيرات هائلة. وأنا شخصيا ما ببرئ محور المقاومة
لأن محور المقاومة يتفاعل مع أوراسيا مش لحاله، يعني هو الروس والصينيين ومعه شوية من أمريكا اللاتينية ومن إفريقيا، يعني كتلة عالمية. لازم ما بعرف بس لازم يكون عم يفكر بعقلية دع الأمور تجري الآن كما هي، مش مضطرين نروح على الحرب العاصمة، مضطرين ندمر بيروت، مش مضطرين ندمر طهران ودمشق وبغداد لأنه إسرائيل وأمريكا فيهم. هلأ خلينا نراهن على هذه التحولات وكله ولكل حادث حديث في زمانه. نعم، قبل ما نختم أستاذ مخايل روح لمشهد بالداخل إذا بدك، محصور كتير ولكن انطباعه بيعطي إذا بدك مؤشر على اليوم الانقسام يلي صاير بالمجتمع اللبناني. مشهد الفيديو الراهبي اللي عم تعلم كانت او عم تدعي التلاميذ للصلاة وغيرها مشان المقاومة او مشان اهالي الجنوب والحرب، شفنا ردة الفعل المعاكسة تماما لهذا المشهد. كيف اليوم بتوصفه وشو تعليقك عليه؟ شوف لك انا كمسيحي بعتبر الراهبة هي المسيحية وهي تقوم بدورها وتأخذ سيرة السيد المسيح والرسل وتوصياته والوصايا العشر وتعمل بها. هي المؤمنة الحقيقية والفعلية. ولا مرة قالت لنا المسيحية أن تنحازوا سياسيا لهذه الجهة أو تلك، ولا مرة قالت لنا أن نغطي الكذب، ولا مرة قالت لنا نغطي السرقة، ولا مرة قالت لنا أن نغطي اضطهاد الإنسان، ولا مرة قالت لنا نغطي تجويع الأطفال. فإذا ذهبنا إلى جوهر الدين المسيحية التي تمثله بالإذن من كل المؤسسات الدينية والكنسية على مختلف المذاهب والطوائف، إذا وجدنا في الكنيسة أو في الجماعات المسيحية الأخرى موقفا يخالفها هو يخالف الدين المسيحي، وهذا في العلم يسمى تسييس الدين، وعندما يسيس الدين يساء له كما تجري الإساءة. أنا بالنسبة لي أعتبر شيء ممتاز وعبقري أنه طلعت على الأقل تما نحمل كمسيحية إثم القوى السياسية وبعض المؤسسات ورجال الدين المسيحيين اللي يرتكبوا خطأ بحق سيدنا المسيح والمسيحية. هذه هي المسيحية، هذه الرهبة هي التي التزمت تعاليم السيد المسيح وعلاقتها بربنا انطلاقا من مسيحيتها في هذه المذبحة الإنسانية الجارية والتي لا يقبلها عقل مش ديني ومش مسيحي. والمسيحية أصحاب أعطي ما لقيصر لقيصر، والمسيحية أصحاب الطفولة، المسيحية رافعي راية السلام، المسيحية أصلها وجوهرها رسالية ورسولية، مش بتحمل سلاح ومش بتقاتل، لا تفرض المسيحية ولا تفرض عرفت كيف خيارات هذه الطائفة وتلك. وما دون هذا الموقف هو ليس موقفا مسيحيا كما أفهم مسيحيتي، وهو إساءة للسيد المسيح وللمسيحية، وإساءة عند ربنا عز وجل، وإساءة للبنان، وإساءة لمسيحية لبنان. نحن ما بنحمل إثم أن يكون هناك مسيحيون يغطون الإبادة الإنسانية والإبادة الجماعية، نحن مسيحيون بحق ندافع عن الإنسان أينما كان. أنا بدي أشكرك أستاذ مخايل ليمن على وقتك، شكرا لك.